فيرستابن أعزائنا ليسجل بالتالي فوزه الثامن هذا الموسم ويعزز صدارته ويوسع صدارته. ماكس فيرستابن يفوز في جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الجولة 17 من بطولة العالم الفورمولا 1 والنيران والألعاب النارية في السماء. فوز ولا أجمل، سباق رائع ويستحق التصفيق، يستحق الإشادة، القبعات ترفع احتراما لماكس فيرستابن ولويس هاملتون على هذا التأدي الرفيع اللي شفناها اليوم. شكرا هاملتون، شكرا فيرستابن.